الموضوع في غاية الأهمية. بالراحة شوية كده مع بعضينا عشان نفهم إحنا بنعمل إيه وإيه اللي ممكن نقدمه لحضراتكم في هذا الإطار. إحنا في مستشفى العجوزة اللي هي الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة، ودي أحد المستشفيات المهمة جدا في الوضع اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي أو القضية اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي. لحد يوليو 2018 كان في حاجة اسمها قوائم الانتظار، في حاجة اسمها طوابير الانتظار، في حاجة اسمها لما يكون عندك عملية ولا حد من أهلك عنده عملية ولا حاجة كان بيجي يخش في الطوابير بتاع الانتظار دي، ممكن ما يعرفش يعمل العملية فيتوفى، ممكن العملية تاخد وقت كبير جدا فيحصل فيه مضاعفات فبالتالي ما يعرفش يعمل العملية بعد كده. في يوليو 2018 سيادة الرئيس قال لازم يكون في مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية. من وقتها لحد دلوقتي تم إجراء 1,600,000 عملية جراحية في كافة المستشفيات. احنا النهاردة هنزور 2 من المستشفيات، مستشفى العجوزة والمستشفى الثانية في دار الشفا. دول كنموذجين للنماذج بتاعة القضاء على قوائم الانتظار. انا مبسوط قوي بالحدوتة، ولانه احنا ممكن نساعد بعض في هذا الاطار، وممكن نقول لحضراتكم برضو ايه اللي تقدم في هذا الاطار. واحنا بنتكلم كده هتلاقوا العربيات الاسعاف شغاله، على فكره دي برضو في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، داخلين بطوارئ وداخلين بحالات لازم تتعالج وداخلين بعمليات لازم تتعالج وهو لاخره، ولازم تعمل لها عمليات دلوقتي لان احنا بقالنا ساعه تقريبا عايزين ناخد فاصل من العربيات مش قادرين، لانه كل شويه عربيه داخله هذه المستشفى، كل شويه عربيه داخله هذه المستشفى معاها مريض وعايز يتعالج في هذا الاطار. تعالوا نشوف الحدوته ايه، لانه احنا لازم نشوف الامر ايه. واحده من هذه المستشفيات فيها زي ما بقولوا كده بعد مهم جدا 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 في عمليه القضاء على قوائم الانتظار. زي ما قلت لحضراتكم مستشفى عريقه جدا جدا جدا، اتبنت في ظروف فيها بيسموها كده نوع من الانسانيه، نوع من الاحترام للمواطن المصري، نوع من التقدير للمواطن المصري. لو انا قبل ما اخش للدكتور طارق السيد مدير المستشفى وقبل ما اخش للمنظومه اللي جوه هوري حضراتكم اللوحه اللي على اساسها تم تاسيس المستشفى والسيده العظيمه اللي بنت هذه المستشفى، وتبص بس حضراتكم على ازاي الناس دي كانت بتتمتع بانسانيه عظيمه جدا. المرحومه الحاجه حفيظه هانم رستم حلمي الالفي، حرم المرحوم يوسف بيك نجيب، المتوفاه في 13 يونيو 36 23 ربيع الاول 1355، انفقت مالها على الاعمال الخيريه فوهبت اموالها واملاكها وجواهرها لصالح الجمعيه الخيريه الاسلاميه لبناء مستشفى العجوزه، اسعاف القاهره، جمعيه المحافظه على القران الكريم، الغرباء الوافدون لطلب العلم بالجوامع او بالجامع الازهر. ودي صوره هذه السيده العظيمه، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينقص في الارض كذلك يضرب الله الامثال. حاجه عظيمه 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 عظيمه، والناس دي لازم نشيلها على العين والراس. حفيظه هانم رستم حلم الألف ربنا يرحمها رحمة واسعة. وهطلب منكم طلب كده يمكن ما حدش من المذيعين بيطلبه، ممكن تقروا لها الفاتحة؟ ممكن. تعالوا نخش المستشفى نشوف الدنيا ماشية ازاي جوه. طب احنا دخلنا على طول المستشفى، وعشان برضو قوائم الانتظار ما نسيتش علينا لان احنا حاسين ان احنا بناخد وقت كبير جدا من وقت الدكاتره هنا، دكتور طارق السيد مدير المستشفى طبعا احنا رحبنا ببعض وقعدنا مع بعض وشربنا القهوه والشاي والى اخره، فخدنا ده كده وجهه واحده. لكن بشكره الاول على الحاله بتاعت المستشفى، على نظافه المستشفى، على الجمال نفسه بتاعه والشكل العام بتاع المستشفى، الناس اللي جوه المستشفى حاجه عظيمه يعني، فانا بشكره شكر يعني واجب عليها. وقبل ما اخش بقى في تفاصيل العمليات الجراحيه والقوائم الانتظار وكده هطلب بس منه يدينا كده نبذه مختصره
عن المستشفى والضحية. اولا برحب بحضرتك وبشكرك شكر جزيل على الحالة العامة اللي جوه المستشفى. اهلا بحضرتك وبفريق العمل المحترم اللي مع حضرتك، وبشكر حضرتك على الكلام الجميل الطيب اللي حضرتك قلته، اللي بيدي طاقة إيجابية عالية للناس يخليهم يستمروا ويقدموا احسن ما عندهم. السيدة حفيظة اللي هي مؤسسة المستشفى سنة 1936 تمام. يعني داخلين النهارده على 87 عام او 88 عام على تأسيس المستشفى، تمام. هي الرسالة موجودة زي ما هي زي ما أسستها السيدة حفيظة؟ موجودة زي ما هي مع بعض الإضافات وبعضا من التطوير اللي كان بيحصل على مر العصور، لأن مش كل الخدمات الطبية بتنفع تتقدم بنفس الشكل كل سنة زي ما هي. كل سنة بيحصل تطوير، فبنحصل نعدل في التصميم بتاعنا عشان يتوائم مع طبيعة تقديم الخدمات المضافة. الحالة العامة جوه مطمئنة لحضرتك؟ يعني احنا هنخش دلوقتي نشوف ان شاء الله الموضوع على الواقع. مطمئنة لحضرتك؟ يعني بدياك برضو طاقة إيجابية رغم الضغط الشديد عليكم؟ الحمد لله الأمور ماشية بصورة مرضية جدا، وده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبدعم قيادتنا كلهم لمنظومة العمل الصحي في مصر اللي حصل خلال السنوات الأخيرة، واللي بتقدم فعلا خدمات عندي هنا في المستشفى على الأقل اللي أنا عارفه بترقى المستوى العالمية بشهادة جميع المتعاملين معنا. الفكرة نفسها لو حد عايز يجي مستشفى العجوزة أو الجمعية الخيرية في العجوزة، هل دي بيبقى لها شروط معينة طلبات معينة؟ يعني ممكن واحد يعجب بالتقرير فيقول لك لا ده أنا المريض بتاعي يروح أو حد من العيلة مرض فأوديه المستشفى. يشرف يا فندم، ولو حصل معاه أي مشكلة أو حاجة غير اللي هو متوقعها عندنا مجموعة خدمة مواطنين يتفضل يعرض مشكلته عليهم وهم هيساعدوه في أنه هو ياخد خدمته بالشكل اللائق. حلو قوي، يعني انا عندي برضو المواطن ليه خدمه طبعا يا فندم، ولازم يقعدوا معاه ويشوفوا مشاكله ايه. لو حد عنده مشكله، لو عنده مشكله يعرضها وان شاء الله تتحل. مش لازم يعرضها على مدير المستشفى، ممكن يعرضها على خدمه المواطنين. مش دايما مدير المستشفى هيبقى متاح والا ما كناش هنشوف شغلنا اللي حضرتك شايف نتيجته. هاخد الجوله مع حضرتك ومعلش هعطلك، انا عارف ان الضغط عليكم جامد، تحت امرك، فمعلش هعطلك كلكم في الدقايق دي، ونعرض على المواطنين برضو نقول لهم الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله. يا فندم تشرفوا يا فندم، اتفضل. ده كده الدور التاني. ده الدور التاني فوق الارض. الدور التاني فوق الارض. تمام حضرتك، احنا عندنا هنا وحده العمليات الجراحيه الكامله، ودي عباره عن 8 غرف عمليات جراحيه وغرفه القسطره، دي تعتبر غرفه عمليات، وعندنا العمليات الصغرى والكبرى والقسطره. تمام. الناحيه الثانيه حضرتك عندنا غرفه عمليات جراحه القلب المفتوح، غرفتين عمليات جراحه قلب مفتوح. تمام زي ما حضرتك تشوف، احنا يعني نمشي يمين ولا شمال؟ جراحه القلب المفتوح الاول وبعدين ندخل على تمام. طبعا جراحه القلب المفتوح بتبقى ملحق بقسم عمليات القلب، بتبقى ملحق بيها وحده الرعايه المركزه الخاصه بعمليات جراحه القلب المفتوح، لان الوحده دي ما ينفعش ادخل عليها اي مريض جاي مثلا في حادثه او جاي في مجروح او جاي كذا، لان عيان جراحه القلب المفتوح له طبيعه خاصه. ده طبعا عيان خارج مناعته ضعيفه جدا، بيحتاج رعايه خاصه قوي بعد العمليه، فبتبقى دي وحده رعايه لوحده. تمام. هي دي مخصصة للعمليات بعد أكتر جراحة القلب. أكتر قسم عليه ضغط بالنسبة لقائم الانتظار؟ عندنا أكتر عمليات قائم انتظار هنا في المستشفى العظم، يليها جراحة القلب المفتوح وجراحة المخ والأعصاب. حضرتك قلت لي إن أنتوا في الست شهور أو الست سبع شهور الأخيرة عملتوا تقريبا 2000 وكسر عملية. هو حضرتك بعد ما ابتدينا شغل، بعد ما قضينا اكتر من سنتين ونص المستشفى مقفولة كعزل لحالات مرضى الكورونا. سنتين ونص. اكتر من سنتين. طب ناخد بالنا من التاريخ ده بس عشان ما حدش يزايد على المستشفيات بتاعة الدولة في هذا الاطار. لان كان في ناس تقول لك احنا عندنا مريض مش عارفين نعالجه في المستشفى الفلاني، المستشفى وكان في مزايدة في هذا الاطار. هنا الدكتور طارق بيقول لحضرتك ان المستشفى اتقفلت سنتين ونص، من سنتين ونص عشان موضوع الكورونا. لازم ناخد بالنا من المسألة دي. طبعا ابتدينا شغل بعديها، مش اول ما بنبتدي شغل بنعرف نشتغل. انت لازم تعمل عمليات صيانه كامله للاجهزه، تعمل تدريب للبرسونيل او للمان باور بتاعك. المستشفى كلها التعقيم والتدريب ده اساسي كل يوم. انما المشكله الاساسيه كانت
في القوة البشرية اللي هتشتغل. انك لازم الناس تعيد تأهيلها عشان تشتغل على كل التخصصات. بعد ما بقى لها اكتر من سنتين ونص بتشتغل على تخصص واحد. امراض معدية بتلبس لبس معين, بتستخدم عادات معينة, ودي اهم حاجة التدريب. المزاج صراحة. النفسي تمام, المزاج النفسي كله كان لازم على الحاجة دي. الله ينور على حضرتك. فترة انتقالية البني آدم يتغير فيها شوية بكثير من التدريب. الحاجة التانية كمان مش بس كده, احنا طبعا كان عندنا أزمة كبيرة جدا في القوى البشرية, لأن احنا معتمدين في معظم التخصصات على الاستشاريين المتعاقدين مع المستشفى, أساتذة من الجامعة وأساتذة من كل الجامعات ومن القوات المسلحة ومن الشرطة ومن كل الجهات المستشفيات التعليمية. فطبعا دول أثناء فترة الكورونا معظمهم سابوا المستشفى, ما شغالين معانا لأن احنا ما عندناش يعني الشغل اللي هم يشتغلوه. فكان عشان ترجع الناس تاني تشتغل معاك خدنا وقت, وتعاقدات جديدة وناس سافرت وناس قعدت. فطبعا تعاقدات جديدة وشغل جديد, فده كله برضو خد مننا شوية وقت في الأول. منذ بداية الشغل واستقراره بعد ما فكينا عزل كورونا وصدرت التعليمات من الوزارة ان احنا نشتغل على كل التخصصات, الحمد لله عملنا في حالات قائم انتظار من وقتها لغاية دلوقتي 2271 عملية. 2271 حالة قائم انتظار في كل التخصصات. أبرزها يا فندم الرقم واحد بالترتيب كده, أنا عندي حالات جراحة القلب المفتوح والعظم وجراحة المخ والأعصاب وجراحات العامة, كل التخصصات الحمد لله شغال. طب ده الألفين دول من الألفين وكاس اللي حضرتك تفضلت بيهم, ده بيبقى على القائمه بقاله قد ايه او بيجي لحضرتك ازاي؟ هو طبعا الفكره كلها زي ما حضرتك بتقول كده, النقطه دي مهمه جدا لان المشكله عندي انتظار المريض, مده انتظاره والمريض ما فضلش مستنيني سنتين ونص. المريض محطوط على سيستم في الغرفه المركزيه القوائم الانتظار, وهم بيوزعوه طبقا للمستشفيات طبقا للمستشفيات اللي هتشتغل الحالة. يعني هو ما بيجيش لحضرتك مباشره هنا من بعد الكورونا بقت تجي لي عيانين مباشره. انما في وكان في ناس قبل كده اول ما فتحنا كان في عيانين بتجي لي متحوله من قوائم الانتظار. وده لازم يكون فندم معاه تامين صحي ولا ممكن محدش معاه تامين صحي؟ هو حضرتك العيانين بينقسموا عموما في المستشفيات لثلاث فئات, يا اما عيان هو هيدفع لوحده او متعاقد تبع شركه او شركه تامين خاصه مامناه, يا اما عيان له تامين صحي بتاعه الدوله هو التأمين الصحي العام بتاع الدولة, يا إما عيان مش متمتع لا بده ولا بده ولا بده. ده إحنا حضرتك بنعمل له إجراءات بقى, لأن في ناس كتير قوي في الحتة دي. إحنا حضرتك بنقوم بالإجراءات بتاعة إن إحنا نستصدر ليه قرار علاجه على طب هو بيجي لحضرتك وبعدين حضرتك بقى بتقول له السلام خلصتك الورق وبعدين تبقى تجيلي بعد كده؟ بص حضرتك المنظومة دي ما بقتش تاخد وقت طويل. لكن هو لازم يجي لحضرتك الأول. ما هو عشان يتشخص هو يتعمل له قرار على طب ايه؟ طب نفترض انه من محافظة تانية او بتاع بيبقى متشخص في المحافظة بتاعته ومبعوت ورقه في المحافظة بتاعته, يعني المستشفى الحكومي اللي هو راح لها تمام هي بتقوم بالدور ده, الا لو الخدمة مش موجودة فيها فبتحوله لمستشفى اخرى الخدمة موجودة فيها. تمام تفضل. تمام دكتورة بسمة ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا دكتور ازي حضرتك؟ فين المرضى بتوعك؟ البيشنت في الواحد حالتين في العمليات وعندي حالتين في فين هنا في حالتين والحالتين التانيين في العمليات دلوقتي. اربع حالات دول قوائم انتظار كلهم قوائم انتظار وفي الحاله بتيجي وبنخرج حالات وبندخل حالات, يعني الحاله بتقعد اربع ايام او خمس ايام بعد العمليه احنا بتطلع وبيدخل غيرها. في اتنين في العمليات دلوقتي وفي اتنين دلوقتي الموجودين ولسه في حالات تانية تتحجز لبكره وبعد. طيب الحمد لله. دم كله بالغين يعني مفيش اطفال؟ لا كله احنا بنشتغل قلب مفتوح كبار بس. كبار بس. طب الحاله اللي موجوده يعني احنا طبعا مش عايزين نسجل معاهم بس الحالات الموجوده هنا مطمئنه يعني الحمد لله. ستيبل كلهم الحالات اللي هي كويسه. هو بيطلع من العمليات بيقعد معنا في الرعايه كام يوم لغايه لما الامور تبقى كويسه ينزل الدور يقعد يوم او يومين وبعد كده بيروح البيت. ربنا يكرمك. ومعانا هنا هنلاقي الدكتور اشرف عبد العزيز احد العاملين النهارده في وحده عمليات جراحه القلب. عندهم عمليات جوه بس هو عنده في فاصل بين عمليتين ففرصه ناخد منه كلمه صغننه. على الباب على الباب على الباب على الباب على الباب على الباب بس مفيش دخول على الباب واحنا واقفين. مفيش دخول هنا. مفيش على الباب واحنا واقفين. حلو قوي الانضباط ده. لا حلو قوي. تمام فندم معلش حلو يعني انا مبسوط من فكره ايه انه لازم نحترم الخصوصيات يعني. اشكر حضرتك يعني طبعا الدكتور بيقول لي اشكر حضرتك فين فين اشكر حضرتك اشكر حضرتك حلو الحاجات دي. ازيك يا دكتور؟ ازيك حضرتك؟ واحد دكتور اشرف عبد العزيز على فكره اشرف عبد العزيز ده
يعني اسمه مشهور قوي يعني، سواء دكتور سواء مهندس سواء كتير قوي اسمه اشرف عبد العزيز. ربنا يدي حضرتك الصحه. اخبارنا ايه في قسم عمليات القلب؟ اهو الحمد لله يعني والله الحمد احنا مستطيعين ان احنا بنحافظ على استمراريه الشغل برغم الصعوبه العنيفه اللي موجوده دلوقتي في القطاع الطبي، بس والله الحمد احنا ما توقفناش. الامور مستمره يعني، قايمين بدورنا في القضاء على قوائم الانتظار بقدر المستطاع الحمد لله. يعني دكتور طارق الحقيقه يعني مش مقصر معنا في حاجه، والراجل بذل كل مجهوده ان الدنيا تفضل مستمره، ويعني ان شاء الله ربنا يتم للجميع على خير يا رب بالشفاء. طب طمنا الحاله العامه ايه جوه، لان احنا طبعا ممنوع الكاميرات تخش جوه. احنا الحاله العامه جوه احنا عندنا جوه حالتين شغالين في العمليات. الفريق كله الحمد لله موجود، الفريق الطبي كله موجود الحمد لله، الامور ماشيه كويس الحمد لله. الحمد لله يعني الفكره بتاعت انه اللي عنده القلب لازم يروح معهد القلب، اللي عنده القلب لازم يروح مستشفى معين، هنا احنا متخصصين في احنا لا احنا المجال اللي كان في التخصص. لا احنا الحمد لله احنا قايمين بدورنا هنا في القضاء على قوائم الانتظار بالنسبه لاسم القلب او بالنسبه لاسم جراحه القلب. من بعد المستشفى ما فتحت تاني، بعد ما كانت استمرت عزل كورونا حوالي قرب سنة ونص تقريبا او سنتين ونص، فاحنا يعني رجعنا الاسم تاني الحمد لله، قايمين بدورنا في قوائم الانتظار دلوقتي، عاملين رقم يعني كويس جدا الحقيقة. يعني تقريبا احنا بنتكلم مثلا في اقل من سنه، فمن شهر 8 تقريبا شهر 7 شهور انتظم العمل عندنا بالظبط في جراحه القلب من اواخر شهر 8 دي حقيقه. انا بشكر حضرتك وبشكر مجهودك، واحنا خطفناك كده من انا لسه كنت داخل حالا والله كده من مرضاك، لكن انا بس عشان نبين للناس الدنيا ماشيه ازاي بس، فانا اسف لازعاجك. لا خالص، وتعود لمرضاك بكل سلام. شكرك يا دكتور. احنا كده زي ما اقول لحضراتكم كده، احنا انا مبسوط قوي من فكره الالتزام مش بالضوابط، احترام المكان اللي انت بتشتغل فيه. فانا مبسوط قوي من الدكتور طارق ومش بشيل عنه الحرج، لكن ده انا باكد عليه انه دايما لازم وسائل الاعلام مش مهمتها انها تخش للعمليات وتصور المريض وهو انا اسف يعني وهو بيتجرح وبتعمل له العمليه وبتشال منه الصمام وبتحط منه الصمام والحاجات اللي زي دي. انا اتمنى انه تتمنع تماما. مش عارف الدكتور طارق برضو في المساله دي رايه ايه في الموضوع. هو حضرتك انا بحترم جدا موقف حضرتك دلوقتي، ساعه ما قلنا خلاص مش هندخل هنا يعني الدكتور اشرف هو خارج زي ما قلنا علشان يخرج يكلمنا الكلمتين دول، كان بيتعقم وداخل لحاله. فك تعقيمه وخرج هيرجع تاني بقى يبتدي يعيد تعقيمه تاني عشان يدخل يشتغل العمليه بتاعته. ده مكان معقم تماما، تمام، بيشتغل في عمليه قلب مفتوح. يعني تخيل حضرتك قلب عيان مفتوح، تمام، فمش ممكن ادخل حد جاي من الطريق وماسك حاجات ومسلم على ده ومسلم على ده مش مكانه. الله ينور عليك، مش مكانه. حتى لو احنا هنسمح ان حد يدخل من الساده الاعلاميين او الصحفيين او بتبقى ليها ترتيب. تبقى ليها صحيح. ترتيب وليها هدف. الله ينور عليك، وليها هدف. يعني انا دخلت مش ان انا داخل عشان مريض مش عارف ايه بتاع كلام. احنا دخلنا قبل كده ناس صوروا حاجات بتخدم المستشفى وبتخدم الدوله وبتخدم حتى الموضوع اللي هم بيشتغلوا فيه. وبنجهز له بقى. الله ينور على حضرتك. الله ينور على حضرتك. الله ينور على حضرتك. ازيك يا دكتور؟ انا قلت لي ان الدكتور خليل مسؤول عن المنسق قائم الانتظار بالمستشفى. بس هو مش صغير على السن باشا، الشباب بيعملوا شغل عالي جدا. انت صغير كده يا دكتور ونكبرك احنا كده على الموضوع ده. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. طب احنا عندنا ايه الاخبار؟ الدكتور قال لي ان احنا عندنا تقريبا 2271 حاله. ده تم الاجراء لحالات قوائم الانتظار لكل التخصصات اللي عندنا، حالات العظام، حالات المخ والاعصاب، حالات الرمد، حالات الأسطرة، حالات القلب المفتوح، حالات الأورام، جراحات الأورام، كل الجراحات الحمد لله. وكمان ضفنا جراحات الوجه والفكين قريب عندنا بقى قسم عندنا لإنهاء قوائم الانتظار برضو بالحالات اللي بتحتاج جراحة وجه وفكين. هل باعتبار حضرتك منسق يعني انت عامل حسابك مثلا
ان احنا نهدف سنه 2030 لكم عمليه نهدف ل يعني حسب طاقتنا يعني احنا في وقتنا الحالي الحمد لله عدد قليل جدا اللي باقي دلوقتي من حالات قوام انتظار لكل التخصصات. يعني ان شاء الله على مدار السنين اللي جايه هيكون انتهى كل الحالات لقوام انتظار ان شاء الله. هل انت عندك حاليا دلوقتي قوام انتظار؟ عندي موجود لكل التخصصات بس عدد بيتم في خلال في الشهر الحالي. العدد مع الوقت بيقل بيقل طبعا بيقل. يعني انا عندي حالات القسطره اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي انا عندي حوالي 10 حالات هم قسطره اللي باقيين عند دول هيخلصوا في خلال 3 4 ايام بس انا شغل 3 ايام شغلي تخلص كتير. ده بالاضافه كمان للحالات الجديده اللي هتيجي الحالات اللي بتنزل بقى تمام على سيستم الوزاره من الغرفه المركزيه بتنزل كل يوم حالات جديده مرضى جداد بيتم التعامل معهم على طول فورا في خلال 3 4 ايام من نزوله على السيستم يكون جاي المستشفى وبيتم الاجراء الجراحي له. ممتاز. تخصصك يا دكتور؟ علاج طبيعي. اخصائي علاج طبيعي. اخصائي علاج طبيعي. طبعا فكره ان المنسق دي مش قليله برضه. طبعا يعني طبعًا. تقريبا طبعًا. الدنيا كلها بتنصب عنده. هي منظومه متكامله حضرتك. الغرفه المركزيه بتسند لينا مجموعه من الحالات والتخصصات بينزلوا على السيستم بيشوفهم الدكتور خليل بيبتدي يتعامل مع الموقف بيتصل ممكن بالمرضى لو مريض متاخر او حاجه او في عنده مشكله وبيتصل بالدكاتره اللي بتتوزع عليهم الحالات كل اسم مثلا انت عندك كذا حاله المره دي كل انت عندك كذا حاله المره دي وانت عندك كذا حاله طب انزل لكم ده ولما حاله بتتاخر بيتابع معاهم ايه سبب التاخير احنا ليه ما اشتغلناش دوت بيرجع بالتقرير يعرضه عليا عشان نشوف نقدر نعمل ايه عشان نعدي المشاكل تمام. اللي موجوده. دكتوره زهره اخصائي القلب والقسطره في المستشفى تمام وكانت بتساعد النهارده الدكتور عماد عمر في الحالات بتاعته اللي خلصت النهارده كلها والناس كلهم متميزين استاذ الدكتور عماد عمر استاذ في القصر العيني وزهره من ولاد المستشفى الاقوياء جدا في التخصص بتاعهم. بس انا مبسوط انه انتوا شباب جميل كده وصغير و مش بتكلم على صغير بتكلم على صغير في السن لكن كبار في المقام يعني فانا مبسوط قوي من يعني تواصل اجيال كده يعني والدكتوره زهره معاها دراسات عليا ومعاها كل حاجه لا ده انا بتكلم على السن انا عارف يعني هي بالرغم من صغر السن هي متميزه علميا كمان يا فندم على عيننا وعلى راسنا اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يحفظك طب اخبارنا ايه هنا بقى؟ احنا هنا دي ممكن حضرتك لو عايزه تشرحي حاجه اتفضلي دي الحجرة الأساسية لاستقبال حالات القلب بتاعتنا حالات القلب بتكون فيها منها جزئين الجزء اللي هو منه بيبقى قوائم الانتظار اللي احنا بندخل بيه حالات القسطرة والجزء التاني اللي هي الحالات اللي بتيجي الطوارئ أو بتتحول من طوارئ الوزارة أو بتتحول من بدرة الحالات الحرجة بيكون في منها جزء ان احنا مثلا النهارده بنحضر حالات القسطره بتاعتنا بنستقبلها هنا وبنبدا نجهزها علشان ننقلها لغرفه القسطره وبعد ما نخلص معاها بترجع تاني هنا الوحده مجهزه 9 سراير مجهزه بالمونيتورز بتاعتها عندنا هنا في المنطقه 9 سراير تمام كل سرير بيبقى مجهز بالمونيتور بيبقى معانا في حاجه اسمها جهاز تنفس صناعي بيكون ستاند باي او احتياطي لاي حاله احتاجته لا قدر الله طبعا المريض بيستقبل بيتعمل له الحاجات الاوليه بتاعته بيكون المريض بيجهز بيعرف ايه المشكله بتاعته وبنعمل له الفحوصات الكامله بتاعته وبعد كده بنجهزه للمرحله اللي بعدها سواء كانت قسطره او اي تدخل تاني بنقدر هنا نستقبل حالات القسطره التدخليه للشرايين التاجيه ونتعامل معاها بنعمل التشخيصيه وبناء على التشخيصيه بنعمل العلاجيه وتركيب الدعامات المستشفى كمان دلوقتي بتستقبل المستشفى دلوقتي بتستقبل يا فندم الحالات بتاعه اضطراب ضربات القلب منها اللي هي بيحصل فيها ان القلب ضربات القلب بتبقى بطيئه جدا وده بيخلينا بنركب منظم ضربات القلب بشكل مؤقت لغايه ما بنركب المنظم الدائم وبنستقبل الحالات الاخرى زي الحالات اللي بيكون فيها مشاكل في الصمامات حالات ضعف في عضله القلب كل الحالات دي بيكون المركز بتاع ده ضمن قوائم الانتظار قوائم الانتظار المبادرة بتغطي أساسي الجزء بتاع القصور بتاع الشريان التاجي الجلطات الذبحات اضطراب ضربات القلب بجميع أنواعه
دي الحالات الحرجه الاساسيه مع التوازي للشغل الباقي العادي يا دكتور. بالظبط بالظبط تمام. مرضى الطوارئ، مرضى الدخل لحضرتك على طول، الحوادث. بالاضافه كمان في عندنا حضرتك مبادره كل ثانيه حياه اللي اطلقت مؤخرا. حلوه قوي. المستشفى قامت فيها بدور كل ثانيه حياه. مبادرة اسمها كل ثانية حياة أطلقت مؤخرا من حوالي 3 شهور 4 شهور تقريبا. حلوة أوي. وكنا أول مستشفى اشتغلت حلوة حالات. حلوة كل ثانية حياة دي. أول مستشفى اشتغلت حالات في هذه المبادرة. يعني حضرتك المريض بتاع جلطة القلب أو جلطة الشرايين التاجية لو اتساب أكتر من ساعتين لثلاث ساعات المريض ممكن يحصل عنده قصور في أداء عضلة القلب ويبقى فيه تأثير ضار عليه، بالعكس ممكن لا قدر الله يتوفى. فإحنا دورنا إيه في الوقت ده؟ إن أنا لو لحقنا نتدخل في هذا الوقت الذهبي تمام وتم التعامل مع هذه الجلطات، لا احنا بننقذ المريض من ان هو يحصل له مضاعفات. فبالتالي بيخرج عندك المريض بعد ما يتعمل له الاجراء وانت معرض. الراجل ده وشه بشوش اول درجه درجه انا بخلياني كل شويه ابص له. لا انت ما شاء الله، يعني ربنا ينعم عليك بالشفاء. ربنا ينعم عليك بالشفاء ان شاء الله. ينفع اصور معاك ولا هيدخل معانا الاسطاره النهارده. هو مريض بالقصور في الشرايين التاجي. ابتدينا نجهز وان شاء الله في الليسته هيكون داخل معانا. يعني هيعملها امتى؟ هتعملها النهارده؟ بقول لك يا عم ولدها هتعملها النهارده اهو. ازيك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ بالنعمه والله. من القاهره ولا منين؟ ايوه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يعني بقالك قد ايه كام يوم هنا ولا انت متابع الحاله بتاعتك بقالك قد ايه؟ لا انا متابع يعني بعد العيد على طول، ودخلوني النهارده عشان الحاله يعني لازم تستقر. يعني بالنسبه لاجراءاتك يعني لا سريع، يعني احنا قالوا لي تعالى النهارده ما كملتش 10 دقايق وكنت في السرير. الدنيا يعني معاك كويسه؟ لا لا ما شاء الله عليهم. في يعني اي مشكله بالنسبه لك؟ مزوق يعني والحمد لله، يعني من حسن حظ الواحد ان هو جه هنا. طب احنا عايزينك بقى تشد حيلك بقى والدنيا تبقى تمام. والله الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. عندك اولاد؟ عندي ثلاثه. ثلاثه اكبرهم؟ عندي زياد 20 سنه وفي نغم 3 سنه وعام وشهد 3 اعدادي. نغم اللي هي في النص؟ ايوه. دي نغم دي بتغني ولا حاجه ولا؟ لا لا لا. امال كده جت مين اللي مسميها نغم؟ والدتها بقى. لا في المزيكا يعني ولا مالهاش؟ لا في المزيكا؟ لا مالهاش في حاجه، مذاكره بس. ربنا يديها الصحه ويديك الصحه. ربنا يخليك ويطول في عمرك كده ان شاء الله وتتعافى. الحمد لله. تتعافى بجد والله. ان شاء الله كده ما تقوم بالسلامه كده نخلص يعني باذن الله. ربنا يكرمك. الله يخليك يا حبيبي. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. دي حاله من الحالات برضو اللي موجوده صح كده دكتور؟ منظم ضربات قلب مركبه، منظم ضربات مركب قلب بقى. وبدناها بقى عايشه بيه طول العمر كده بالمنظم ده المؤقت بيتعمل لفتره لغايه لما العيال بتظبط، بعد كده لو احتاجت الدائم بيترتب لها دائم لو احتاجت. من المستشفى برضو صح كده؟ بنرتب لها احنا الاجراءات كلها ان شاء الله. ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ كويسه؟ ربنا يديك الصحه. من القاهره ولا منين؟ من المعادي. من المعادي؟ من القاهره يعني. ايوه من القاهره. ايوه. ربنا يدي حضرتك الصحه. الله يديك الصحه. بقالك قد ايه المشكله دي عندك؟ انا بقالي من رمضان. من رمضان؟ اخر رمضان كده. يعني ما كنتش حاسه بيها قبل رمضان؟ يعني تقريبا بقالك كده شهرين او شهرين ونص. صح كده؟ من حوالي 20 يوم كده. من حوالي وقعت كده واغمى عليا. ودي اول مره؟ لا تاني مره. تاني مره. عشان انا كنت مركبه قسطره من شهر 2. وبعد كده راحوا ودوني المستشفى، قال لك لازم تروح المستشفى. ربنا ينعم عليك بالصحه. الله يخليك. عليك بالشفاء. الله يخليك. عندك اولاد؟ عندي بنت. بنت؟ كبيره ولا صغيره؟ متجوزه. ربنا يديها مع الصحه. مع ولد وبنت. ربنا ده انت عندك احفاد بقى؟ الحمد لله. تحبيهم؟ قوي. ربنا يخليهم. الله يخليك. ربنا يخليهم. ربنا يديك ان شاء الله كده اما تقوم بالسلامه كده نيجي نتصور معاك باذن الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. مش عايزه اي حاجه؟ عايزه سلامتك والله. بكلمك بجد. قوم بالسلامه ان شاء الله. قوم بالسلامه. اتفضل يا دكتور. دكتور كده احنا في عياده
احنا في القسم الداخلي. قسم الداخلي اللي هو بعد العيان ما كشف في العياده وتحددت له الاجراء المطلوب كويس واتعمل له قرار استصدرنا ليه قرار نفقه الدوله من المجالس المتخصصه وبعدين رجع تاني على العياده تحدد له العمليه بتاعته ودخلت عملت العمليه وخرجت من العمليه دخلت على القسم الداخلي. دي عامله عمليه النهارده الحاجه. الحاجه انت عامله عمليه النهارده؟ انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. عملوا لي هنا عدسه وهنا عدسه ورجعت عملت هنا حقن وعملوا لي النهارده هنا حقن. المهم تكوني يعني ايه الالم لله. الالم خف شويه الحمد لله. الالم خف شويه الحمد لله. طب اما بعمل هنا بشوف كويس بس عيني دي بقى الشبكية تعباها. انت بقالك قد ايه تعبانة من الحكاية دي؟ انا بقالي انا بعمل العملية بقالي دلوقتي شهر 6 جاي بقالي سنة. وقبل كده كانت عاملة لك مشكلة الحكاية دي؟ كانت عاملة لي المية وعاملة لي قلق في الشبكية. يعني احنا كده يعني كده قضينا على المشاكل الحمد دي. الحمد لله جيت هنا عملوا لي اشعة وشفطوا لي المية وحطوا لي عدسات والحمد لله احسن دكاتره والله. انت مش عايزه منهم حاجه؟ ربنا يبارك له. دكتور طارق مدير المستشفى بنفسه. دكتور طارق ربنا يبارك له ويسترها معاه. يعني قولي لي كده نعمل ايه؟ يعني نزود لك الخيار شويه ولا نزود لك نزود لك الخضار شويه ولا قولي لي بس نجيب لك حته لحمه زياده. ايوه انا عايزك تضحكي بس. والله هم امرا بيجيبوا لنا افطار وبيجيبوا لنا عشاء. اكلتي اخر مره اكلتي لحمه هنا امتى؟ امبارح؟ لا اللحمه دي خلاص بقى. ايه ده؟ ما تتزرع وتطلع يا لا والله. ولا ربع فرخه طيب؟ لا ربع فرخه. اكلت ربع فرخه؟ لسه صراحه جايبينه لي امبارح في الغدا. ربنا يديك الصحه. الحمد لله ما بكرش الخير. لا لا يا ست احنا انا بهزر معاكي بس. خلاص والنهارده هيجي لك لحمه. انت بنت عز من يومي. الله يخليك. انت بنت عز من يومي. يبارك لك. ربنا يديك الصح على خير. هو ابنها تعالى عم طلعه. ده طلعت هيقول لحضراتكم طلعت لا هو لا انتوا مش طامنين صحي؟ لا لا احنا مش طامنين صحي ملهاش اي تامين ولا ولا بتاع دي علاج على نفقه الدوله ولا بتاع ده اسمه هو ولا شغاله في مكان ولا لا 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 انت جيت علاج على نفقه هي ربة منزل. رجاء ناخد بالنا من النموذج ده لان ده النموذج ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك. هي ربة منزل تعالي يا جمانه عملنا القرار. تعالي تعالي اقعدي جنب تيتا هنا. انتوا لابسين احمر ليه النهارده؟ عملنا القرار والقرار بجد في خلال 10 ايام ما بيزيدش. انتوا جيتوا هنا الاول؟ احنا جينا هنا فعلا وكشفنا ونزلنا العيادات كشفنا واتعمل القرار على التذكره وفي خلال 10 ايام اتصلوا بينا القرار جه وخدمه ممتازه جدا بجد والله مش عشان تصوير ولا عشان حضراتكم اقسم بالله احنا جايين بالصدفه حاجه بجد اقسم بالله. دكتور طارق عامل مجهود الدكتور طارق عامل مجهود كبير جدا هنا دكتور مصطفى الدكتور احمد الشاهد ناس محترمه جدا مفيش اي حد بيتاخر عن اي حاجه وكمان وزاره الصحه بتتابعنا بعد ما بنخرج من العمليات هي رضا المواطن بجد فعلا في اي مشكله في اي موضوع مش عايزه حاجه لتيتا عايزه تقول للدكتور حاجه عايزه اقول له عايزين نخف هتشوفي اقول له شكرا ان انت ساعدت تيتا وخليتها نظرها حلو وخليتها تشوف. ربنا يكرمك. اسلامي ربنا يخليهم ربنا يخليك عم طلع ربنا يكرمك. هنروح لحاله ثانيه يا دكتور. احنا طبعا بنستاذن الحالات قبل ما بنصور طبعا بس انا مبسوط بالحاله بتاعه الست صباح لانه احنا بنتكلم كده يا دكتور في انه ما فيش شركه ما فيش تامين صحي مفيش اي تمويل لعلاجها غير الدوله بتتحمل نفقات العلاج. الله 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 ايه يا ست الكل عامله ايه؟ الله ده انت عارف ان انت شكل امي الله يرحمها والله العظيم ازاي عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انت من القاهره؟ من ايه؟ من وسيم. من اوسيم؟ من اوسيم. طيب قولي لي انت الحاله اللي عندك دي بقى لها قد ايه بتحسي بيها بقى لك قد ايه؟ والله كنت بحس بقى بوجع راسي ووجع في الحبايه وجت بقى هنا حللت وعملت وقالوا لك عمليه بقى في العنده معلش
معلش معلش معلش معلش ان شاء الله باذن الله تخفي باذن الله. هي قدامها قد ايه ان شاء الله وتطلع من هنا؟ قلت له اوكي يعني تطلع بكره مثلا. اه يعني انت ان شاء الله هتطلعي بكره بقى باذن الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. مش عايزه حاجه؟ سلامتك وحياه ربنا ما بهزر. سلامتك يا اخويا سلامتك يا يعني ربي يعلك وما يوطيك. يعني انت على راسنا من فوق لحد ما تروحي وتستقر العمليه معاك. احنا تحت امرك. الله يخليك يا اخويا. الله يكرمك يا ست الكل. طارق واقف اهو. دكتور طارق مدير المستشفى عايزه منه حاجه؟ سلامتك سلامتك يا غالي. تقومي بالسلامه. تقومي بالسلامه يا ست الكل. تقومي ده انت اللي تتعنى. ده انت اللي تتعنى يا ست الكل. ده انت اللي تتعنى. انا عايز اشكر حضرتك واقول لك ربنا يجازيك خير على جبرك بخاطر الناس. لا يا عم ده دول البركه بتاعتنا دول. لا والله العظيم ده احنا خرجنا من الغرفه دي ورايحين غرفه تاني تمهيدا ان احنا يعني ناخد فكره عامه بقى عن اللي بيحصل هنا. خليني اخد حضراتكم كده بقى في جوله عامه. المهندس اكرم سامي مساعد صح كده؟ معاون وزير الصحه لشؤون الاتصالات صح كده؟ بالظبط تكنولوجيا المعلومات. انا عجبني قوي التايتل ده يعني عجبني قوي. وخلي بالكم معاون وزير الصحه لتكنولوجيا الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات جديده بالنسبه لي على الاقل جديده. بس ده مطلوب جدا انه يبقى موجود. انا الاول برحب بحضرتك وانا اسف ان احنا مأخرينك معانا كده وكنت برضه من شغلك يعني. العفو العفو. إيه انت هتكلمني بقى عن المنظومه ككل صح كده؟ تمام. من اول يوليو 2018 بالظبط لحد دلوقتي بالظبط. اليك. مشروع قوام الانتظار هي مبادرة رئاسية أطلقها السيد الرئيس في يوليو 2018 لإعطاء المواطن المصري حقه في حياة كريمة وتخفيف العبء على المواطن المصري على ماديا وإجرائيا. تمام. فكان الهدف منه هو إنشاء مبادرة لجراحات تخصصية هي 11 تخصص ما بين الأساطر القلبية والقلب المفتوح، جراحات الأورام، جراحات المخ والأعصاب، جراحات العيون، زراعات الكلى والكبد والكلى. كان الهدف منها ان هو متابعه تنفيذ الاجراءات وحصر الاعداد وتوزيعها بشكل صحيح على الساعات الاستيعابيه طبقا للتخصصات المتواجده بالمستشفيات. فدي كان من بدايه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في يوليو 2018. احنا النهارده ان شاء الله بعد شهرين العيد الخامس للمشروع. حلو قوي. تخطينا حلو قوي المعلومه دي. بعد شهرين يبقى بقى لنا 5 سنين ان شاء الله. حلو قوي. بقدر احنا كنا الاول كنا بنعمل على بشكل ورقي او بشكل غير مميكن. ودي من ضمن الحاجات اللي اطلقها معالي الوزير ان شاء الله السنه دي ان هو عصر الرقمنه للوزاره. في تقديم الخدمات الصحيه لجميع المواطنين. ابتدينا كان الاول ما كانش عندنا عدد حصري ولا توزيعي بشكل صحيح وسليم على مستوى الجمهوريه بالتخصصات دي. فكان اللي قدرنا نحصر عليه كان عدد قليل من المرضى. حوالي كان في وقتها في يوليو 2018 كان 17000 مريض او 18000 مريض. احنا النهارده بنتكلم في خلال ال5 سنوات تم تنفيذ اكتر من 1,600,000 اجراء. ناخد تاني الرقم ده. كنا بدانا ب 17 كان العدد مريض. اللي قدرنا نحصره في وقتها كان حوالي 17000 اجراء. دلوقتي مليون. احنا النهارده في 5 سنين ألف. بعد تنفيذ الميكنه والحوكمه للمشروع احنا تخطينا 1,600,000 اجراء. وعندنا يعني الاستهداف بتاعنا قد ايه او عندنا الامكانيات بتاعنا تسع قد ايه ولا احنا الهدف بتاعنا ان احنا بنغطي كل مرضى نفقه الدوله والتامين الصحي على مستوى الجمهوريه. احنا المريض المصري بيتمتع بخدمتين داخل الدوله المصريه هي مرضى التامين الصحي ومرضى نفقه الدوله اللي هو ما خارج مظله التامين الصحي. ايهما هو كل ما هو تامين صحي ونفقه الدوله هو مستهدف للمشروع. يعني مريض مش تبع مؤسسة ولا بيشتغل في مكان وهو لآخره ده اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو على نفقة الدولة. مرضى نفقة الدولة. طيب واحد مثلا من 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 محافظة في الصعيد والتخصص اللي هو أو المرض اللي عنده صعب إن هو يتعالج بيه هنا بهناك فجه هنا بالظبط
وهو جه هنا ومش عارف يعمل ايه، يعني هو مش عارف يروح فين ولا يجي منين ولا يروح فين بقى. دي كان من ضمن الاهداف للمشروع اللي هو الاهداف الغير رئيسيه، زي ما قلت لحضرتك الهدف الرئيسي هو تخفيف العبء على المواطن، بس كان من الاهداف الغير رئيسيه وهو عمل تحليل وعمل قاعده بيانات ويتعامل لها تحليلات علشان نقدر نوصل للمرضى ديت. احنا دلوقتي بدل ما مريض الاسطره اللي كان بيجي من اسوان لحد هنا علشان يعمل له التنفيذ الاجراء ده، فتحنا وحدات اسطره في اسوان. طب لو ما فيش فبنتعاقد مع القطاع الخاص. يعني هو المشروع بيتضمن ان هو نظام حكومي والمستشفيات الخاصه بخدمه التعاقد. اول ما بيجي هنا كده برضو بنتكلم على قوام الانتظار للعمليات. بالظبط للعمليات لل11 تخصص اللي بيتضمنهم المشروع. لو مريض عادي وعنده بعض المشاكل وبتاع كل الخدمات موجوده. يعني معظمها في كل المحافظات. احنا بنتكلم على الجراحات الدقيقه اللي هي في ال11 تخصص دول، اللي هي جراحات القلب وجراحات الاورام وجراحات المخ والاعصاب. ده اللي بقى يشوفه المشروع، ان هو لو في اجراء او تخصص مش موجود في المحافظه دي فبنعمل على ان هو يا اما بيتم فتح الاجراء دوت او بيتم فتح قسم للجراحات ديت في المحافظه، او ان احنا بنتعاقد مع مستشفيات خاصه علشان خاطر نكفف العبء على المرضى يجوا من محافظات طبعا بقى. تمهيدا بقى ان هذه الاجراءات حضرتك بتتفضل بيها انها تزيد وتزيد في الفتره القادمه. بالظبط يعني هي مش هتلبي كل الطلبات ان شاء الله، لكن احنا في اجراء كويس. يعني بالظبط احنا ان شاء الله شغالين لحين تنفيذ المشروع العظيم التامين الصحي الشامل. أيوة. احنا ان شاء الله دي تعتبر المرحله الاولى او الدرجه الاولى للتامين الصحي، ان هو يبقى مغطي كل المصريين في جميع التخصصات. انت يعني بحكم عملك ايه الكلمه اللي انت تقولها للمواطن بحيث انه يبقى فاهم بالظبط الموضوع قوام الانتظار، الدنيا رايحه فين، ما يبقاش متلخبط، ما يبقاش مشوش، ايه الكلمه اللي انت تقولها له بحيث ان انت تطمن انه انت في النهايه انت بتعمل لمصلحه المواطن، احنا بنعمل لمصلحه المواطن، الدوله بتعمل لمصلحه المواطن في ظل الضغوطات الكبيره اللي موجوده. طيب احنا بنحاول نوصل للمواطن بكل الطرق، سواء من خلال المستشفيات، من خلال مكاتب التامين الصحي او نفقه الدوله اللي موجودين للمستشفيات، او من خلال الخط الساخن اللي هو ال 15300 علشان برضو نقدر نسهل على المواطن. 15300 بالظبط. امتى الجأ ل 15300؟ لو هو عايز يستفسر عن معلومه، لو هو عايز يتابع القرار بتاعه طلع ولا لا. ده بالنسبه برضو للعلاج على نفقه الدوله، نفقه الدوله او تامين صحي. ده لقوام الانتظار برضو. بالظبط. للعمليات. بالظبط. للعمليات. بالظبط. مش للعلاج العادي. بالظبط. مش للعلاج العادي. بالظبط. تمام. 15300 بيبتدي يتوجه، هو بيسالوه انت محافظه ايه، طب ايه الاجراء اللي عايز تنفذه، طب بيتوجه للمستشفى الفلانيه. ايوه. برضه من ضمن الحاجات ده لو عنده عمليه وعايز او لو عنده مرض والمرض ده لازم له عمليه. بالظبط. صح كده؟ بالظبط كده يا فندم. او ان احنا فتره الكورونا برضه علشان خاطر نخف الترددات على المستشفيات، وحضرتك كنت تعلم والعالم كله ان احنا بنحاول بكل الطرق نقلل الزحام والترددات على المستشفيات. عملنا زي ويب سايت كده يقدر من خلاله المواطن يخش من خلال الرقم القومي بتاعه. يقدر يشوف اذا كان هو مريض نفق الدوله ولا مريض تامين صحي. ولو مريض نفق الدولة ايه بيطلع له المستشفيات اللي هو في المحافظة فيها اللي يقدر يتوجه ليها بالتخصص بتاعها، فبيبتدي يقدر نسهل عليه. فدي كل الطرق اللي احنا بنحاول بنقولها للمواطن، ان هو يقدر يبقى العملية بالنسبة له اسهل ما النظام القديم، او ان هو كان يفضل يلف على قرار عشان يطلعه. طيب يبقى احنا كده بنقول للمواطن ان احنا معاك. بالظبط. 15300 او من خلال الموقع الخاص بالقوام الانتظار اللي هو 100 مليون صحه بيقدر من خلاله بيتوصل له. طيب لو حاجه يعني استدعت ان احنا مثلا نكلم حضرتك، او حاجه جات لنا، يعني في حاجه كده تبقى تيجي يا دكتور طوارئ كده بقى، او واحد فاهم ان احنا ممكن نحل له المشكله، لازم نعرضها على حضرتك الاول، لازم نعرضها على الدكتور الاول كمثال. يعني نتكلم كمثال. الحاجات دي بتزعجكم ولا انتوا بترحبوا بيها؟ تحت امر حضرتك في اي وقت. والمواطنين يعني احنا بنديهم كمان ارقام تليفوناتنا الشخصيه عشان لو في اي حاجه قابلته، احنا فاتحين كل القنوات للتواصل بشتى الطرق. انا بشكرك واتمنى لك كل الخير. وعلى فكره دي بقى من يعني لو دققت كده مع المهندس اكرم، ما احنا وصلنا 35 دي. وصلنا 35. 35 ده انا كبرتك بقى. لا. طب يا عم قول لا. اشكرك يا فندم. انا مبسوط من الحاله، حتى وانا بكلم الدكتور ده، الدكتور خليل برضو المنسق العام بتاع المستشفى هنا قوام الانتظار. الفكره بتاعت ان احنا الدكاتره بتوعنا على مستوى عالي جدا،
مش بقول السن صغير لكن هي الخبره برضو مطلوبه وبتاع، بس احنا بنحمل عليهم عبء جامد جدا في الفتره القادمه، وده اللي احنا يعني بنتمناه خلال 3 4 سنين اللي فاتوا، ونامل انه يستمر هذا النهج، انه يكون عندنا مساعدين للوزير ونواب للوزير ومساعدين لمدير المستشفى ونواب لمدير المستشفى ومنسقين جوه المستشفيات. فالحاجات دي على فكره يعني بلاش تبصوا للواحد شعره بيض بقى وبتاع وداخل على 55 سنه، بص للناس اللي داخله على حاجه 30. بشكرك يا باشمهندس، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، بشكرك يا فندم. اتفضل يا دكتور، احنا هنا قسم جوه زي كفندم، زي حضرتك يبقى حضرتك ايه؟ زي كفندم، زي حضرتك فندم. الله يسلم حضرتك يا فندم. من القاهره من هنا؟ اه. الحاله يعني اول ما جت لحضرتك بقالك قد ايه متابعاها وخدوا وقت مع حضرتك ولا لا؟ او يعني لا، هم 15 يوم بالاجراءات وكل حاجه، ما خدتش وقت. وجيتي على المستشفى على طول؟ انت تتعاوني مع المستشفى على طول، ما فيش مشكله. اتحولت من مستشفى لمستشفى دي على طول. على طول. حضرتك شغاله في حكومه او كده ولا لا؟ مواطنه عاديه. مش شغاله تبع شركه ولا حاجه؟ لا يعني تبع المواطنه جاية عاديه بالمستشفى اللجنه على نفقه الدوله كده. هي حضرتك كانت راحت مستشفى تانية اتشخصت هناك وبعدين قوائم الانتظار حولتها عندنا. تمام. من ساعه ما جت عندنا لغايه دلوقتي ما كملتش اسبوعين، وان شاء الله داخله تعمل عمليه بكره ان شاء الله ولا النهارده؟ لا بكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله. حضرتك ده الدكتور طارق مدير المستشفى، حضرتك عايزه تقولي له حاجه؟ لا بصراحه هو يشكر جدا، وهنا الخدمه ممتازه فوق ممتازه. بس انا عارف ان موضوع المفاصل والحاجات بتاخد وقت. تمام. هي فعلا كانت بتاخد وقت. بس انا اول مره الاقي كل حاجه سهله كده، ان المفروض يعني كان شهرين كمان. لان انا يعني لسه جايه وقدمت القرار والقرار ما فيش، يعني قدمت النهارده ولقيته بكره اللي هو جه تاني يوم. يمكن جايبه واسطه؟ لا والله العظيم بجد. لا والله بالعكس، هي كل حاجه مشيت على طول. المركزيه بتوزع الحالات. فوزعت الحاله عندنا. احنا بنتواصل مع كل العيانين. الفتره اللي فاتت اللي هو اثناء رمضان والعيد وكلام من ده، في عيانين كتير كانت بترفض اجراء الجراحه في الوقت ده. فساعتها بنتصل باللي بعديه باللي بعديه لغايه لما جه دور الاستاذه قالت اوكي هتيجي تعمل عمليه. اهلا بيك. انا اسف، اسم حضرتك ايه؟ مدام سعاد. مدام سعاد. طيب حلو قوي برضو فكره مدام سعاد مع طلعت بتاع العيون، مش كده؟ استاذ طلعت لما كان بيحكي على والدته والست صباح برضو ان هي ما كانش ليها مستشفى، ما كانش ليها شركه ولا كان ليها تامين صحي ولا بتاع. نفس انا بشجع ده قوي، يعني يعني المدام برضو وهي بتتكلم، مدام سعاد وهي بتتكلم دلوقتي، فهي انا مبسوط بفكره انه هي ما استسلمتش، لا يعني زي ما تقولوا كده ايه، عفرت صح كده؟ طبعا عفرت انت. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد مش لله. عايز اي حاجه؟ لا بكلمك بامانه، ربنا يخليك يا رب. لا والله مفيش دعوه بالدكتور طارق. لا والله انا عارفه والله، ربنا يخليك يا رب. في اي مشاكل في الـ في الـ في الاجراءات هنا في الـ؟ لا لا بالعكس والله، كل حاجه ماشيه طبيعي وكويس جدا، ربنا يدعمك. وما فيش اي مشكله واجهناها في اي حاجه هنا خالص. ربنا يدعمك يا رب. يا رب ربنا يخليك يا رب. وانا زي ما قلت لحضرتك برضو، احنا بنحاول نخلق صوره ذهنيه طيبه عن المستشفى الحكومي عند المواطن. في عندنا آه. في ست الكل هنا اهي. وليد. السلام عليكم. ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ ده عيون برضه؟ دي رمى، ده عامله ميه بيضاء. ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كويسه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. عايزه اي حاجه؟ يا ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك لك صحتك وعافيتك. ما تقلقيش بس هنلبيها لك. ربنا يخليك، والله المستشفى ما قصروش معايا بحاجه. دكتور مصطفى غنام من الممرضين اللي شغالين هنا، ربنا يبارك له. ربنا لو مستشفى خاصه مش هيعملوا معايا كده. ربنا يبارك له. احنا عايزين سلامتك بس. ربنا يبارك لك يا ابني. ربنا يبارك لك. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. تبقى لكم قد ايه هنا؟ دخلنا امبارح والنهارده عملت العمليه الحمد لله. وهي اللي المشكله كانت عندها بقى ميه بيضاء. بلد ايه؟ يعني احنا سنتين ثلاث سنين تقريبا عملنا سنين. اول عين وعملنا العين الثانيه. هنا برضو؟ عملت اول عين. كل حاجه هنا بصراحه. انا بصراحه اول حاجه يعني بشكر المستشفى كلها بالصف بتاعها كامل،
نظافه، اهتمام، اكيد اكيد في سلبيات وارد. احنا منظومه في سلبيات، بس يمكن ايجابيات بتغطي على السلبيات. مفيش تقصير من العامل، احنا مش 100% المدير بالظبط كده. احنا منظومه، احنا بنحاول، احنا بنحاول نكون رقم واحد. بتمنى اللي بيحصل في المستشفى دي يتعامل مع المستشفيات الحكومه الثانيه. بتمنى من ربنا، يا رب يا رب، ربنا يقومها بالسلامه باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. في عندنا حاله اورام، هو احنا انتوا ايه العظمه اللي جايبينها لنا النهارده دي؟ مش على راسنا. ايه الحجاج الجميلات دول؟ ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. منين؟ انا؟ من اي منطقه يعني؟ انا من منطقه الجيزه. اصلا يعني. بس عزلت دلوقتي لسبب يعني. رحت فين تاني؟ والله رحت زايد في المساكن. يعني انت في القاهره في الجيزه في الحته دي شغل الحج وكده، فاضطريت ان انا امشي. طيب احنا عندنا الحاله دي بتقول اورام. اورام في البطن. في اي تعطيل لحاجه ولا اي مشكله لحاجه؟ والله انا من ساعه ما جيت جزاهم الله كل خير على اللي بيعملوه معايا. انت وشك سمح اصلا. الله يخليك. والله من اول سمح. معلش، من اول الرؤساء الكبار لغايه العامله اللي هي اللي بتساعد في البيت تنظف، دي على راسي من فوق باللي بيعملوا بصراحه. وجزاهم الله كل خير، يعني ما بيقصروش حتى، عشان عارفين ان انا قاعده لوحدي. والله والله بيجوا احنا ولادك، انت عايزه ايه؟ لا ما انت عايزه ايه؟ يعني بصراحه انا مش عايزه اكبرك، بس احنا ولادك برضه. لا والله لا، ازاي؟ لا والله قدك برضه. لا احنا ولادك صحيح، والله العظيم ده اللي بسمعه منهم. لا ويشهد ربنا احنا ولادك، وما تشيليش هم واللي انت عايزاه، عشان طبعا شايفين ان انا محجوزه لوحدي. ولما عرفوا بالذات ان انا يعني ما فيش اولاد ولا حاجه، فكلهم بطريقه يعني دخلوا بطريقه كمان ان هم يعني ادوا حنيه جامده. جامده. ان هم زي الاولاد. ما هو ما يعني وربنا شاهد انا حبيتهم. ما انت يمكن جيت المكان ده عشان كده. فالحمد لله بصراحه. الحمد لله. يعني الدكتور طارق اهوت مدير المستشفى، والدكاتره والدكتور خليل والفريق اللي عامل بتاع. فقلنا لو انت محتاجه حاجه قبل ما نمشي، وحياه ربنا والله ما في حاجه، على راسنا من فوق. الله العظيم والله ما في حاجه. الحمد لله. ولو احتاجتي اي حاجه اخواتك الصغير. لا على طول. لا على طول. لا والله على طول. الحمد والله الحمد لله. مش انت عارف انا مين؟ انا اسمي ايه؟ القرموطي كده. يعني انا على فكره مش من هواة التلفزيون، عشان بقول لك بصراحه. يعني مش من الناس اللي تقعد تشغل التلفزيون وتقعد. امال عرفتني منين؟ بس ممكن بقى يعني مفتوح في البيت لحد تاني بشوف. بضحك في حته بس كده. يعني مش قلت ان انا ما بتفرجش. لا ما انا عادي، انا اللي ماليش في. طيب عموما عشان ايه يعني بقى دام انت عرفت انا مين، لو في اي تقصير من هنا بعد ما تخلصي قولي لي انا بشتكي من المستشفى دي. هتوصلي لي، هتعرفي توصلي لي. قولي لي هشتكي من المستشفى دي، انت جيت عندي وانت انا مش عارف ايه، وهم غصبوا لي اقول كلام. ما اقدرش انكر جميل اي حد عمله معايا. والله ما اقدر انكر اللي بيعمل معايا حاجه كويسه قد كده بتفضل في دماغي العمر كله. ده طبعي. جزاهم الله خير، زي ما هم بيكرموني لازم انا اكرمهم في الكلمه كمان. الله يسلمك. الحمد لله. بشكرك يا دكتور. انا بشكرك على الحاله. بشكرك على حاله المريض، على رد فعل المرضى، على الحاله العامه بتاعه المستشفى. وعايز اوحدك حاجه، احنا يعني انت محتاج حلقه كمان يعني نقدر نوسع الدايره شويه، لكن في الاطار العام انا مبسوط وممتن. وربنا يديك الصحه. أنا اللي بشكر ويدي الناس اللي معاك الصحه. أنا بشكر حضرتك، ربنا يعينك دايما يا رب، لان الاداء الطيب اللي بتعمله دوت يستمر ويثبت ان شاء الله. كنا في مستشفى العجوزة، التأسيس 1936، يعني تقريبا 87 سنة على مستشفى العجوزة. سيبنا مستشفى العجوزة وجينا واحدة برضو من القلاع المهمة جدا، القلاع الصحية المهمة جدا في مصر، مستشفى دار الشفاء. الاسم دار الشفاء ده جميل. والله دار الشفاء، والمكان اللي فيه جميل، والدكاترة اللي فيه ان شاء الله يكون اجمل واجمل. يعني
الحالة اللي احنا بنرصد فيها موضوع القوائم الانتظار. احنا عندنا 1,600,000 حالة من يوليو 2018 لحد النهاردة. دكتور محمد جمعة المدير الطبي للمستشفى، اولا هيدينا كده ملخص سريع عن المستشفى، وبعدين رايحين لقسمين، قسم هنا وقسم في الدور اللي فوق، نشوف الدنيا ماشيه ازاي في هذا الاطار. برحب بك يا دكتور، وازاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك يا فندم. المكان في وسط البلد، يعني ده اللي انا اقدر اقول عليه وسط البلد بقى. زي ما حضرتك قلت يا استاذ جابر، هو المكان فعلا في المستشفى في مكان حيوي جدا، اللي هو زي ما بنقول في وسط البلد، وفي مكان مزدحم، لان انا كمان قدامي هنا جامعه عين شمس ومستشفيات الدمرداش. فالمكان صعب وعليه ريت عالي جدا من المرضى، سواء في مستشفى دار الشفاء او في مستشفيات خاصه بجامعه عين شمس اللي هي مستشفيات الدمرداش. احنا تاسسنا سنه كام هنا؟ 50 حوالي 51 سنه. 1951 كانت مستشفى خاصه الاول، وبعدين تم تاميم المستشفى عام 1964 كمؤسسه علاجيه، وحوالي 1996 تم انضمام المستشفى الى امانه المراكز الطبيه المتخصصه بقرار جمهوري. شغل بتاع قوائم الانتظار ده شغالينه هنا على مستوى عالي، شغالينه هنا من ساعه المبادره اللي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه اطلقها. احنا شغالين من اول ما اطلقوا المبادره، بنعمل مختلف التخصصات الجراحيه والاساطير القلبيه والمخيه والطرفيه. وعندنا ارقام بتقول ان احنا انجزنا جزء كبير قوي من حالات قوائم الانتظار. يعني مثلا اقدر اقول لك ان السنه اللي فاتت 2022 عملنا حوالي 3000 عمليه من قوائم الانتظار في مختلف التخصصات، جراحات الاورام، المخ والاعصاب، جراحات المفاصل، التخصص العظام، والاساطر سواء بانواعها، سواء الاساطر القلبيه او الطرفيه او المخيه. عندنا قسمين بس حضرتك كنت بتقول لي قبل التسجيل، دول ما بتتعاملوش معاهم في قائم الانتظار، اللي هي جراحات الاورام والقلب المفتوح. لكن كل الاقسام بما فيها اقسام العظام، ده بقى اهم حاجه العظام، لانه لا ده العظام من التخصصات الكبيره جدا اللي بتحتوي على نسبه كبيره جدا من قوائم الانتظار. لو قلت حضرتك الاكثر يعني اقبالا في المستشفى هنا، او اللي انتوا انجزتوا فيه مشوار طويل بالنسبه للاقسام، هو انا عايز اوضح حاجه برضو، المستشفى هنا مش بس بتكلم على اعداد. المستشفى هنا نوعيه العمليات اللي بتتعمل هنا كمستشفى تيرشري زي المستشفيات الجامعيه بالظبط. يعني انا مثلا بشتغل هنا جراحات اورام المخ والمفاصل ومراجعه المفاصل، وهذه النوعيه من العمليات ما بتتعملش في كل المستشفيات في مصر. دي ممكن تكون بتتعمل في المستشفيات الجامعيه ومستشفيات معينه في وزاره الصحه. اعتقد على راسها، يعني انا بتكلم عن مستشفيتي، على مستوى دار الشفاء. انا كل ده منتظر الناس اللي بتبقى قاعده هنا، منتظر زياره ولا منتظر؟ لا ده انتظار، ده انتظار مش بس زياره. هنا برضو الجزء الخاص بالغسيل الكلوي، فده ممكن يكون ريلاتيف او اقارب للناس اللي موجوده جوه دي، او ريلاتيف موجوده في الادوار فوق او في الاسطره. ناس دول اخواتنا مصريين ولا مش مصريين؟ تشادين. ده كويس. تشاد برضو؟ تشاد. بس انت شكلك مش تشاد، تقلب على السنغال. ها؟ لا انا تشاد. تشاد. اهلا بيك. الحمد لله. ابوك مريض هنا؟ ايوه. بجد؟ في راية. ده حضرتك ليك مريض في الدور الكام؟ في الدور الكام؟ ليك مريض في تخصص ايه، او في الدور الكام، او تحت اشراف دكتور مين؟ بيعاني من ايه المريض اللي معاك؟ مريض البروستات. بروستات. ده محجوز في الدور الرابع؟ محجوز في الدور الرابع؟ عنده رئاسه حاليا في مستشفى في الرعايه. في الرعايه؟ اسمه ايه؟ محمد ابراهيم. ده من تشاد؟ من تشاد. موجود فوق؟ بقاله قد ايه؟ الجمعه السبت. من الجمعه والسبت. طب في اي مشكله ليه هنا؟ لا ما في مشكله. ده قسم ايه بقى دكتور؟ ده قسم رعايه ما بعد الاسطره. رعايه ما بعد الاسطره، سواء كانت اسطره قلبيه او اسطره طرفيه. بتبقى حاله المريض ايه بقى بعد ما بيخرج؟ بتبقى حاله المريض مستقره لحد كبير. هنا في اجهزه مونيتور او متوصل عليها المريض، بتظهر فيها العلامات الحيويه للمريض، خصوصا اول ساعتين بعد اجراء عمليه الاسطره. هو غالبا مثلا مريض الاسطره ما بيطولش في المستشفى. ازي حضرتك؟ ده دكتور احمد ابو الغيط، اخصائي القلب. ازيك يا دكتور؟ امين عام الجامعه العربيه. ازيك يا فندم؟ هو فعلا قريب امين عام جامعه الدول العربيه. ده حبيبي. ازيك يا دكتور؟ احنا بنتكلم كده بقى على برضو قوائم الانتظار. تمام. مش كده؟ قوائم الانتظار وحالات الطوارئ. حالات الطوارئ. احنا في قوائم الانتظار هنا ده واحد من الاقسام اللي عليها اقبال شديد جدا في موضوع قوائم الانتظار. طبعا.
طبعا احنا من ساعه ما تم تجديد وافتتاح اسم القسطره هنا في مستشفى دار الشفاء شهر 8 اللي فات معدل الحالات عندنا تقريبا كل شهر حوالي 100 من 120 ل 130 حاله كل شهر دي بتبقى عمليات ولا بيبقى أسطر. علاج قسطره 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 بيجي لحضرتك 120 حاله كل شهر 130 حاله كل شهر كل شهر. انت عندك كم عدد الاسره؟ شامله طبعا حالات الطوارئ يعني شامله طبعا الحالات اللي بتيجي حالات طارئه عاجله قسطره عاجله في الطوارئ. تمام اصور مع حد من المرضى ولا ممنوع؟ لو ممنوع خلاص. انتوا قاعدين بتعملوا هنا يا شباب؟ طبعا استاذنا المرضى قبل ما حضرتك تيجي اللي هو يبقى فيه جزء تصوير معاهم. لا ده لازم ده بناء على موافقتهم يعني طبعا لازم نستاذنهم الاول قبل التصوير. لا ده لازم ده اوريدي حصل يعني ده لازم. ازيك يا استاذ؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله. وحدك ايه؟ تمام الحمد لله. اسم حضرتك؟ خالد محمد. خالد محمد منين يا استاذ خالد؟ من باب الشعريه. باب الشعريه كله تمام هنا؟ تمام الحمد لله بصراحه بالامانه يعني. والله انت تابع قوام الانتظار؟ لا ده انا ما خدتش وقت خالص والله. يعني انا جيت ما خدتش حوالي يا دوبك القرارات عمل ما فيش اسبوعين كنت في المستشفى. دكتور جمعه وتابع قوام الانتظار. دكتور خالد اتكلم افكر هو فين من حضرتك؟ هو ما انتظرش في قوام الانتظار. فين من حضرتك بتقول ان هو انتظر يعني؟ انتظر ما انتظرش يعني هو تابع قوام الانتظار بس ما انتظرش. هو بيتكلم حضرتك ان هو ما انتظرش. يعني الحاله بتاعت حضرتك بقى لها قد ايه معاك؟ الحاله بتاعتي بقى لها مش اقل من 6 اشهر كده بس زادت عليا. اول مره اول مره تيجي حضرتك زي ده بقى عليا اليومين دول كده. فجيت للدكتور خالد فعمل لي القرار وان شاء الله هعمل قسطره النهارده باذن الله. ان شاء الله يعني النهارده داخل يعمل قسطره. داخل يعمل قسطره ان شاء الله باذن الله. تمام السلام الحمد لله. شكرا ليك. اولاد؟ كبير عنده قد ايه؟ 32 سنه. طب حد هيجي لك بعد العمليه؟ ان شاء الله اكيد. طب شيل التفاحيه دي بقى عشان هم الخير والبركه بقى. شكرا يا استاذ خالد. شكلك كده من الصعيد. من ايه؟ احنا اصلا من هنا. من هنا لكن قاعد في القاهره. قاعد في القاهره هنا. اسم حضرتك ايه؟ اشرف بسطاور. اشرف بسطاور حلو ده اسم سينمائي ما شاء الله. خش على السينما على طول بعد كده. برضو النهارده لا الاستاذ اشرف حاله الطوارئ دخل امبارح معانا كان عنده جلطه حاده بجدار القلب الامامي. والحمد لله اتلحق في الوقت المناسب يعني عملنا له قسطره وركبنا له دعامات. يعني استاذ خالد ده علاج قوام الانتظار. ده قوام الانتظار. الاستاذ اشرف لا ده حاله الطوارئ. حاله الطوارئ حلوه جدا. حلوه جدا. امبارح انا جيت امبارح. انا كنت كشفت عند دكتور بره. بطنه بالك قد ايه بتكشف عند الدكتور بره؟ لا انا 3 ايام بالظبط وتعبت ما كنتش بتحس باي حاجه خالص. رحت للدكتور بطنه قال لي اعمل رسم القلب. شافه قال لي لازم تخش المستشفى. كان عندك ايه بقى قبل الرسم القلب يعني قبل ما تروح للدكتور؟ كان هنا النغزه هنا اللي هي بتبقى ايه بقى جلطه. دي جلطه حاده رسم القلب مبين جلطه حاده بالجدار الامامي في القلب. اي نغزه هنا في الصدر ده في الحته هي دي تعريف التيبيكال شيست بين او وجع القلب او جلطه القلب بيبقى جلطه في يعني وجع شديد حاد في ورا عظمه القص. بيزيد بالمجهود وما بيروحش مستمر معاك اكتر من حوالي يعني ليه اكتر 5 دقايق. ما روحش معاك 5 دقايق بالراحه. لو انت مثلا عملت مجهود وزاد معاك اللي هو 5 دقايق ما فكره الحته دي اي نغزه هنا وجع شديد جدا غير محتمل. ما بيروحش مسكنات. ما بيروحش بادويه المعده. ده عايز على طول عايز على طول تروح المستشفى. محتاج طبعا اي حد يحس بوجع. حاسس انت بقيت تفكر في نفسك. اي حد يحس بوجع شديد في صدره انا انصح طبعا اول حاجه يعملها رسم القلب. لو طلع سليم قدرنا بنطمن والحمد لله اطمنه بقى كويس. بس ما يبقاش جلطه وتعدي او جلطه ويحصل بعد كده ضعف وتليف في عضله القلب. دي تبقى مشكله. استاذ اشرف الحمد لله الدكتور احمد ربنا يبارك له والدكتور ممدوح ربنا يزيده يا رب. الحمد لله لحقوني يعني. ما خدتش انا في الطوارئ والله ما خدت نص ساعه تحضير. كنت عفوت العمليه. المفروض الغدا ده بياكلوه انت؟ هو دلوقتي وقت هنا. طب ما بتتغداش ليه؟ اتفضل. لا انت بتتغداش ليه؟ اتغدى بقى. لا اتغدى يا عم. هات يا عم خليه يتغدى. هات يا عم ده انت بس قوم اتغدى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح لي يا عمنا الفراخ. دار الشيف اهي. ايوه دي فراخ دار الشيف. كله مسلوق عشان الحاله الصحيه. بيتحدد نوع الاكل العيان طبعا على حسب كل حاله. تمام.
مريض الكسور الشرايين الانتاجيه عندنا الاكل طبعا لازم قليل الملح قليل الدهون. ده لكل الكسور الشرايين الانتاجيه. يعني مثلا مريض الجراحه هتلاقي ليه طبيعه الاكل مختلفه، الدكتور هو اللي بيحددها، لكن بالنسبه لنا مرضى القلب بيبقى قليل الملح قليل الدهون. ده اكل مطابق للمواصفات اللي احنا طالبينها، يعني قليل الملح قليل الدهون. الفواكه كل يوم نوع معين، يعني كل يوم شغالين يوم. يعني اكل طبي زي ما بيقولوا بالظبط كده، عشان ما يعملش اي مضاعفات بالظبط. مش في اي حاجه مضايقاك، اي حاجه ناقصه؟ بكلمك بامانه، والله العظيم دخلنا عليك بالصدفه اهو، بس في اي حاجه مضايقاك؟ في اول مره جدا اشوفك. تمام، انا اول مره اجي. عايزك بس تبقى مرتاح، بكلمك بامانه والله والله والله، ناس محترمه من اول بتاع الامن تحت لغايه ما جيت على التاني. لو في اي حاجه عم اشرف اقسم بالله بحلف لك بالله، لو الناس هنا قصرت معاك انت هتجيبني هتجيبني باي طريقه. قصرت مع هو قصرت بس اقسم بالله من اول بتاع الامن لغايه ما جيت هنا ناس زي الفل. سيبك بقى تتغدى وتشوف نفسك وربنا يكرمك. ربنا يخليك يا ماشر، تقوم بالسلامه يا حبيبي، تقوم بالسلامه. ده الدور الثالث، ده الدور الثالث. ده الدور الخاص بتخصصات الجراحيه. تمام. زي تخصص العظام، تخصص جراحه المخ والاعصاب، تخصص الانف والاذن، وبعض التخصصات الاخرى كمان زي التخصص الجراحيه زي جراحات القولون وجراحات المستقيم. تمام تمام. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. قالوا انهم خدوا من حضرتك موافقه كتابيه عشان بس ناخد منك كلمتين. زي سعادتك. عامل ايه؟ الحمد لله. لا لا لا، انا ابوس ايدك بس. انا ابوس ايدك بس. ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا بيه؟ انت منين؟ انا من المنيا. من المنيا؟ بس قاعد هنا في القاهره ولا لا؟ والله انا قاعد في المنيا. في المنيا مركز صملوط محافظه المنيا. اسم حضرتك ايه؟ اسمي عبد البديع عبد اللطيف محمود. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا بيه. الدنيا هنا عامله ايه؟ زي الفل، اخر احترام واخر استقبال واخر ادب. انا عندي 72 سنه يعني لفيت الدنيا ما لقيتش مكان فيه اخلاق. طب الحمد لله. وفيه ناس حلوه. طب الحمد لله. وفيه ناس مستقبله الفقير والغني. طب الحمد لله رب. زي الناس دي. طب الحمد لله رب العالمين. هو انت بتعاني من ايه بالظبط يا عم الحاج؟ انا سعادتك كان عندي تغيير مفصل. رجلي وجعتني، ادي من قيمه 3-4 شهور. بقالك قد ايه بقى لما جيت هنا او مشيت في المنظومه بتاعه قوام الانتظار دي؟ خدت قد ايه؟ انا مشيت في المنظومه بتاعه هنا 20-25 يوم. وجيت على هنا. جيت على المكان ده لاني لقيته مكان مناسب في الراحه. رحت مكان قبل كده؟ رحت اماكن قبل كده؟ رحت يا بيه، رحت بابني وجيت المكان ده. غيرت مفصل لابني. ابنول ده المفصل ده بياخد وقت والله. يعني على ما بيجيبوه وبتاع بياخد وقت، صح كده يا دكتور؟ طبعا. المفصل ده بياخد وقت، صح؟ المفصل ده انا ما خدتش وقت هنا. انا يعني انت مشيت في الموضوع 20-25 يوم. مشيت في الموضوع ده 20-25 يوم. في الموضوع ده، وبعد كده قالوا لي اعمل كذا كذا في الاوراق. عملت الورق ورجحت لهم. انت بتشتغل في اي مكان يا عم الحاج؟ لا ده انا كنت بشغال في شركه السكر وطلعت ليه تامينات يعني ولا حاجه؟ وطلعت ليه تامين صح؟ تامين؟ حضرتك ابنه؟ ليه تامين؟ كنت شغال في شركه السكر ساعتها. وطلعت معاه 2011. والحمد لله فجيت المكان ده. لقيت راحة نفسية ولقيت حاجة حلوة، ولقيت من تمارج سيادتك لدكتور. الحمد لله. تعالى يا مستر رباب. تعالى يا مستر رباب. بص بتضحك ازاي يا مستر رباب؟ شوف. ازيك يا مستر رباب؟ عاملة ايه؟ منورين الدنيا كلها. اهلا وسهلا بيك. لا ده هي ده يعني من ساعة ما دخلنا وهي والله مبتسمة على طول. والله. انا جيت ما كملتش ساعتين هنا. جت بتاعت 3-4 مرات. وتضحك فيها وتقول ناقصك حاجه. انت عاوز حاجه. انت ابونا انت. يعني طبعًا. اخر ادب واخر احترام. ابتسامه امل في الدنيا. طيب يعني بعد الدكتور او الطبيب ما بيقول لحضرتك او حضراتكم بقى، انت حضرتك كبيره ممرضات مصر هنا في الدور. مش في الدور. مش في الدور.
دورك هنا بعد الطبيب ما بيقول الكلام بتاعه ولا بتلاقي فيه من طبيب لطبيب فيه سلاسه في التطبيق ولا انت لازم تطبقي كلام الدكتور بحذافيره؟ طبعا لازم طبعا انفذ كلام الطبيب كله بالكل. يعني في طبيب مثلا بيبقى ايه اجريسيف شويه، في طبيب بيبقى طريقته في التعامل شويه، فانت مالكيش دعوه بالحاجات الشخصيه. لو ليه طريقه معينه في الطريقه مع البيشنت بيبقى دكتور محمد بيضحك على طول ما شاء الله عليه. لا احنا عندنا هنا الطبيب فعلا هو بينفذ الاوامر الطبيه اللي مكتوبه في الدكتور اوردر او اوامر الطبيب، زائد بقى هو حاجته الشخصيه بقى اللي هو اوامر الطبيب دي اللي هي اللي هو المريض اول ما يدخل تقييم مبدئي للمريض، نقيس علامات الحيويه، نجهز المريض، المريض ده مثلا هيبتدي يصوم من بالليل قبل اجراء العمليه مثلا بست ساعات، المريض ده بيتجهز له الات معينه او حاجات معينه. يبقى يفرق من معلش من ممرض او ممرضه لممرضه، انا اسف كلمه ممرضه او كبير التمريض او اللي قايم بعمليه التمريض، ايه اللي يفرق المريض نفسه لما بيبقى داخل المكان بيسال على ممرضه او ممرض بعينه؟ اكيد الطريقه طبعا، مش اكيد مش هقدر اقول ان شطاره التمريض وهو طريقه تعامل التمريض. الله ينور عليك. هو عامل حاج لما يجي يقول لحضرتك مثلا ست رباب، صح كده عامل حاج؟ ايوه. ست رباب عملت معاك حاجه وحشه؟ انا سمعت اسمها من سعادتك من ممرض. من الممرض سمعت اسمها. من الممرض. بس هي دخلت لي بتاع 3 4 مرات. يا بابا عايز حاجه، انت تعبان في حاجه، انت اكيد مش عارف ايه، يعني روح معنويه بس ده اللي انا عايزه. الله يكرمك. انا كمل شفاك يا حاج على خير ان شاء الله وتخرج بالصلاه باذن الله. الله يكرمك حبيبي. الله يكرمك. احنا طبعا في مجموعه سرير هنا بس في بعض الحالات هي مش عايزه تصور اوريدي، زي ما اتفقنا ان في مرضى احترام. السلام عليكم. فاحنا نتصور مع ده مريض انف واذن. عمل ترقيع على طبله اذن. ازيك يا بطل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. منين؟ من المنيا. المنيا؟ أيوه. قاعد هنا في القاهره ولا لا؟ قاعدين في المنيا. طب ده كويس والله. يعني احنا دلوقتي قابلنا الحاج عبد البديع من منين؟ هو من المنيا. من المنيا. وانت كمان من المنيا؟ من المنيا. الله، ده انتوا عاملين احتلال بقى للمكان ده ولا ايه؟ مكان نظيف الحمد لله وكويس. وعارف كده عارف الحاج عبد البديع؟ لا ما اعرفش. مكان كويس وفي خدمات كويسه. الله يكرمك. نظيف. الله يخليك. الله يخليك. هو كان تعب شويه. اخوك جه امبارح؟ ابن عمي. ابن عمك جه امبارح؟ جه امبارح. كان هو تعب قبل كده بودنه دي. وجاء عمل ورقه كده في تبع نفق الدولة في الوزارة، وبعد اسبوع بعتونا البلد، جينا هنا عملنا ايه؟ جه هو امبارح. بقالك قد ايه في عقباله؟ قد ايه في الاجراءات دي؟ الاجراءات دي خدت اسبوع بس. اسبوع بس. وجينا كلمونا وجينا امبارح من البلد. قالوا تعملوها النهارده وفعلا عملها. قوام انتظار يا دكتور؟ قوام انتظار. قوام انتظار. ازيك يا بطل؟ عامل ايه؟ هو اسمه ايه؟ ازيك يا عم علي؟ انت كويس؟ طيب انا هسيبك عشان انت ممكن نرفع السرير شويه. لا 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 خليه، لا عشان هو الـ ممكن يكون الكلام مش تمام معاك. مش انت مش عايز اي حاجه؟ بس مش عايز اقول لك اكتر من كده. مش عايز اي حاجه؟ ماشي. هتخف ان شاء الله. خف ان شاء الله يا حبيبي. وطول خدمات كويسه ومستشفى نظيفه بامانه الله. طيب الحمد لله رب العالمين. هو مش محتاج دكاتره محترمه، مش محتاج اي حاجه. لا تمام الحمد لله. لا بكلمك بجد. المفروض هيخرج امتى؟ باذن الله بكثير، او بكره ان شاء الله. باذن الله بكره الطبيب الصبح هيبص عليه ونغير له على الجرح بتاعه ويطلع بالسلامه. يعني ان شاء الله الالم اللي هو عنده ده والحاجات اللي يعني عدم تمكنه من الحديث كويس ده، كل ده هيضيع ان شاء الله باذن الله. الدكتور هيمر عليه النهارده بالليل برده، ودلوقتي هيمر عليه ويطمنا عليه الاول قبل كل حاجه. وبعدين يطمن عليه باذن الله. طيب الحمد لله رب العالمين. يبقى احنا كده اذن والحاج عبد البديع عظام، مفصل، تغيير مفصل، وبقيه المرضى تخصصات مختلفه بقى، جراحه مخ واعصاب بالظبط كده، وجراحات الجراحه العامه زي جراحه القولون المستقيمه. تمام. طمنينا بقيه الحالات كويسه؟ تمام الحمد لله. طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور رباب، وربنا يديك الصحه ونشوف الدنيا ايه باذن الله. احنا اول ما دخلنا قعدنا ندور بقى على مدير المستشفى، كل ما نسال يقولوا في الحته الفلانيه، كل ما نسال الحته الفلانيه، الحته الفلانيه، الحته الفلانيه. طب عايزين الدكتور محمود، خدنا الدكتور محمد الله يكرمه كده وعملنا الجوله المطلوبه يعني. وبعدين واحنا نازلين لقينا الدكتور محمود في المكتب،
قال لي طب انا نطلع بره، قلت له لا بره ولا جوه. ما صدقنا مسكناك في المكتب، لانه حاله الاداره مع انه تخصص الطب بتاعه مع الاداره اللي هو بيقوم بيها مع حاله الناس اللي حضراتكم شفتوها سواء في المستشفى بالذات في المستشفيات الحكوميه طبعا، بتحس انه الله يكون في عون مدير المستشفى بصراحه، او الله يكون في عون الدكاتره اللي معايا، والله يكون في عون مجموعه الـ 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 المديرين والعاملين في المستشفى. الجو بيبقى صعب جدا عليهم، وخصوصا ان كل مريض جاي عنده عشم انه ياخد الخدمه الطبيه المتميزه. دكتور محمود لطفي الشرقاوي مدير عام مستشفى دار الشفاء، انا برحب بحضرتك واخيرا مسكناك بقى في في المكتب. اولا بشكرك على الحاله اللي برضو جوه المستشفى، في اتكلمنا مع مجموعه من المرضى، حتى اتكلمنا واحنا ماشيين برضو على مجموعه من المنتظرين للمرضى جوه، في حاله يعني احترام للخدمه المقدمه يعني. خليني في جزئيه القوائم الانتظار، الحالات اللي انتم شغالين عليها والحالات اللي اشتغلتوا عليها قبل كده. الدكتور محمود قال لي تقريبا، الدكتور محمد قال لي انتوا تقريبا 17 18 الف حاله تقريبا في الوقت ده. يعني هو منذ انطلاق المشروع الرئاسي لقوائم الانتظار كانت مستشفى دار الشفا من اوائل المستشفيات المشاركه في المشروع يعني. طبعا وفقا لسمعه المستشفى والسعه السريريه بتاعتها وحجم الكوادر البشريه المتميزه من الاستشاريين والتمريض والفنيين والاجهزه الطبيه الموجوده، كنا من اوائل المستشفيات المشاركه في المبادره. تقريبا شاركنا في كل التخصصات المبادره منذ انطلاقها، يمكن ما عدا جراحات القلب المفتوحه اللي مش عندنا، لكن كل تقريبا تخصصاتها من قسطره قلبيه لجراحه مفاصل لجراحه اورام لجراحة العمود الفقري، تقريبا كل التخصصات دي كانت معانا وبدأنا فيها بسعة استيعابية كويسة، وتقريبا خدنا أغلب الحالات حتى إيفن الحالات اللي هي المتقدمة جدا نقول الهايل أدفانسد يعني. بحكم إن المستشفى يعتبر مستشفى تيرشري تابع لأمانة مراكز الطب المتخصصة، تعمل وفقا لسياسات وإجراءات. أنا حتى لسه النهارده بنحتفل بحصول المشفى على شهاده الاعتماد او شهاده التسجيل من هيئه الاعتماد والجوده الجهار. فلحد ما الحمد لله مشفى فيها سيستم يقدر يتحمل كل الحالات ويستقبل الحالات دي كلها ان شاء الله. انتوا تصوركم ايه للمشاركه او لاستمراركم في المشاركه في موضوع القوائم الانتظار في الفتره الجايه ان شاء الله؟ لا هو طبعا نقدر نقول ان ده ناشونال ايم، ده هدف قومي طبعا يعني. ده هدف قومي. المستشفى هي مستشفى في الاخر تتبع أمانة مركز الطب المتخصصة وزارة الصحة، فهي من مشروعات المشاركة بقوة بعدد كويس جدا وفقا للالتزام الرئاسي يعني. عملنا عدد كبير جدا من الحالات وما زلنا مستمرين في خدمة المرضى في سواء في المنطقة أو من محافظة القاهرة أو من بقية المحافظة التانية، لأن برضك وفقا للإمكانيات أو الاستشاريين الموجودين في المستشفى بيجي لهم يعني بيستقطبوا حالات كتيره بتجي لنا من بره يعني. في بعض الاجراءات مش بتتعمل غير في مستشفى دار الشفاء او بعض المستشفيات الموجوده هنا في القاهره، من ضمنهم مستشفى دار الشفاء، زي جراحات المخ الوظيفيه او جراحات بعض الاورام او جراحات المخ الوظيفيه دي بقى. جراحات المخ الوظيفيه اللي هو الحالات اللي بتعاني من تيبس عضلي او تشنجات غير خاضعه او غير مستجيبه للعلاج، بيتم عمل عمليات لون فانكشنال، عمليات مخيه وظيفيه في المخ، او عمليات مراجعات المفاصل، او عمليات جراحات الاورام المتقدمه. دي من بعض الاجراءات مش بتتعمل غير في مستشفيات زي دار الشفاء، فاحنا بيبقى حريصين ان احنا نعمل العمليات ديت، وفي نفس الوقت بتعمل بدقه ومحتاجه بعض الخدمات التكميليه ليها سواء اجهزه او رعايه مركزه او مستوى رعايه فائق يعني. الفكره بتاعت قوائم الانتظار بيتضافر معاها العلاج على نفقه الدوله، بيتضافر معاها لو التأمين الصحي، وبتضافر معاه كل ده لو حد لا عنده تأمين صحي ولا عنده شغال في شركة ولا حاجة بيتعالج في نفقة الدولة. لو واحد مثلا في الصعيد وعنده حالة معينة وقالوا له روح دار الشفاء، يعني حضرتك بس تديني كده بريف كده، هو يجي لحضرتك على طول ولا يعمل ايه؟ هو كل حاجة المريض بيتوجه على العيادات الخارجية، بيتوجه للعياده المختصه اللي هو تابع اللي هو اللي عنده فيها المشكله، سواء جراحه عظام او مخ واعصاب او قلب او معاه الفحوصات الشامله بتاعته،
معاه البطاقة الشخصية أو المستند التعريف الشخصي بتاعه. في نفس اليوم لو معاه الفحوصات كاملة والحاجات الشخصية بتاعته كاملة بيتم عمل الإجراء على طول اللي هو القرار أو موافقة التأمين الصحي. وقتها على طول بيتم التواصل معاه وان هو ياخد ميعاد للاجراء في المستشفى. يعني هو القصه كلها ما بتكلفش اكتر من زياره للمستشفى وزياره للاجراء اللي هيعمله ان شاء الله. ملحوظه بس اقولها لحضراتكم، طبعا بعد شكر وتقديري للدكتور محمود لطفي الشرقاوي مدير عام مستشفى دار الشفاء وكل اللي عاملين فيهم لهم منا كل التقدير والاحترام، انه انا في مستشفى تاريخها حوالي 74 سنه، يعني دار الشفاء 74 سنه، وكنا قبل دار الشفاء في مستشفى العجوزة اللي هو الجمعية الخيرية بنتكلم على 87 سنة عمر المستشفى. بس يعني عمر المستشفيات دي أكبر من عمر دول، يعني واخدين بال حضراتكم احنا بنتكلم في ايه. فبالتالي انت في امتداد حضاري كبير جدا، في امتداد طبي كبير جدا، في امتداد خدمة للجمهور كبير جدا. هذه المستشفى اللي احنا فيها الاخيره اللي هي مستشفى دار الشفاء كانت خاص، وبعدين اتأممت وبعد ما بتقدم خدمات للجمهور، وبعدين دلوقتي بقت طبعا المعاهد التعليميه المتخصصه، امانه المراكز القوميه المتخصصه. فبالتالي هي في النهايه من المواطن وللمواطن. فاحنا في حاجات مهمه جدا ليك كمواطن، لو لقيت اي مشكله ما تزعلش، يعني لو في اي مشكله كده قابلتك ما تزعلش، لانه في مقابل المشكله اللي حضرتك زعلان عليها في مشاكل كتير جدا بتتحل. والدليل انه كل المستشفيات مكتظه بالمرضى، بيتعمل لهم العمليات بتاعتهم وبيتم شفائهم وبيرجعوا لبيوتهم سالمين، ما فيش اي مشكله خالص يعني. فاحنا نحمد ربنا الحمد لله رب العالمين في ظل الاوضاع اللي احنا فيها انه مستشفياتنا بخير، في النظام التأمين الصحي الشامل احنا شغالين عليه في كذا محافظة، وان شاء الله يطبق في بقية المحافظات نفس النظام ده بالنسبة لقائم الانتظار اللي المستشفى هنا ومستشفى دار الشفاء ومستشفى العجوزة بيقدموها، وفي مستشفى كتير جدا في هذا الاطار. اتمنى لحضراتكم السلامة والصحة والخير، وان شاء الله بإذن الله مستمرين في فكرة مش الشكاوى بقى، لكن لو حد عنده مشكلة صحية ممكن ان احنا نتعاون مع دار الشفاء، ممكن نتعاون مع مستشفى العجوز، نتعاون مع المستشفيات الثانيه في هذا الاطار. فهم مرحبين جدا بالفكره، لانه في النهايه انتوا الهدف، زي ما قال الدكتور شرقاوي كده، عندنا الهدف القومي هو الهدف القومي برضه، وبالنسبه لهم هو المواطن المصري. اشوف حضراتكم بكل خير، تصبحوا على خير.